ولما حطتنا نور مع عالم الأدب مع سيدة كانت الأم والمعلمة والكاتبة بنفس الوقت، هي ابنة سوريا اللي أثبتت بجدارة أن على قدر من الثقافة والطموح والنجاح أيضا، واللي تعتبر أنه الكتابة فن راقي وإحساس عميق يلامس شغف قلوبنا بحبر مشاعرها لإظهاره من خلال كتاباتها الراقية اللي ترسمه بمخيلتها وتراه بعينها الأدبية. سلمى هي الكاتبة عبير نادر اللي توجت أعمالها بمجموعة قصصية بتستمدها من الواقع ومن تجربتها الشخصية. لنحكي أكثر عن نتاجها الأدبي ونسلط الضوء على المعارض اللي شاركت فيها داخل سوريا وخارجها. بيسعدنا نرحب بصباحنا غير بالكاتبة عبير نادر، أهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية السورية. أهلا فيكم، صباح الخير لكم جميعا. يسعد صباحك. صباح النور. يا هلا. يعني اليوم هيك بدنا نبلش معك ونغوص شوي بعالم الأدب والكتابة. تمام. نحكي يمكن شوي عن رواياتك كتاباتك، إيمت أول يمكن كتاب لك أبصر النور؟ أيه تمام. صباح الخير مرة تانية. أنا عالم الكتابة هو شغفي منذ الصغر الحقيقة، ولكن كتابي الأول ولد عام 2014 اللي هو كان رحلة الروح من الجسد إلى الجسد، قراءات في التقمص، ولكن هذه الطبعة الثانية. الكتاب بدأته من 2004 بس كان أولادي لسه صغار، فاستغرق معي من العمل 10 سنوات كاملة، لأنه فيه هو دراسات عن الروحانيات وهو أمر كتير شائك، وأيضا كان في لقاءات مع أشخاص عاشوا تجارب التقمص حقيقة، فاستهلك معي 10 سنوات من العمل موضوع الدائم. مثير يمكن أول مرة يطرق الموضوع شائك. فولد لأول مرة عام 2014، كان عمري 40، فأنا مشان هيك بقول دائما يعني لازم الإنسان يحقق أحلامه بدون بغض النظر عن عمره، لازم يتمسك بالحلم. هذا كان الكتاب الأول. كتابي الثاني هو نساء في مهب الريح. هذا الكتاب ومجموعة من القصص القصيرة استقيته من الواقع، وأنا مدرسة ثانوي المرحلة الثانوية خاصة البكالوريا، ثانوية بنات في جرمانة. علاقتي مع البنات كتير حميمي، مثل بناتي يعني، أو مثل بناتي، ودائما لهم الأخت والصديقة، فمن مشاكلهم يعني نحن ما بيكون درسنا فقط هو درس، يعني دائما أنا بربط معلومات الكتاب بالواقع. بيزعجك انه بتشوفي كثير امهات هن مش صديقات لبناتهم، ففي هذا الخوف، والبنات دائما حتى البنات والشباب، بس انا كوني بدرس بنات، هن بحاجه لمين يقف جنبهم بمشاكل الحياه اللي بيتعرضوا لها. فانا دائما يعني يحكوا لي من مشاكلهم ومن واقع الحياه، يعني من مشاكل البنات ومن واقع الحياه ايضا. استقيت مجموعه القصص القصيره اللي هو نساء في مهب الريح، كان محطوط عليه للنساء فقط لانه البطلات هن من النساء المعنفات يعني بالمجتمع، يعني الاناث المعنفات بمختلف اشكال العنف. طيب ست عبير، لما نقول يمكن اول تجربه ادبيه لك عن الروحانيات وعن عالم التقمص، موضوع مثير وكمان بنفس الوقت مغامره لك كاول كتاب، وعم تحكي 10 سنين استغرق من الوقت، يعني في مغامره لكن يمكن جميله، تحكي لنا عنك. اي والله خليني اشكرك على السؤال. مغامره مغامره، بس انا طبيعتي كثير بحب المغامرات. هو كل ولاده كتاب تعادل ولاده طفل. ولكن الكتاب اختياره كأول كتاب لك، يعني العنوان ملفت، الموضوع مثير. بالضبط. أنا بالأساس كتير روحانية، بحب الروحانيات، يعني علاقتي بالله عز وجل أنه كتير روحانية، فبحس أنه الناس بهذا الوقت أنه صاروا يهتموا بأجسادهم، بشكلهم، بلبسهم، بأكلهم، بس ما بيهتموا بروحهم. يعني حتى الناس بتطلع على بعضها أنه والله فلان شو معه مصاري، فلان شو لابس، فلان كذا، طيب وروحه لهذا الإنسان. كمان يمكن أنا عملي بالتدريس كتير بشجعني على هاي الأمور، يعني إنه طيب ما الطالب هذا إنسان كمان. في كتير مدرسين للأسف، يعني حتى لو أنا مدرسي بس ما بيتعاملوا مع الطالب
هذا الإنسان روح، يعني نحن بدنا نتعامل مع روحه، حتى الطفل الصغير، أي إنسان نحن بنلتقي فيه لازم نتعامل مع روحه، يعني بغض النظر عن شكله. فأنا منشان هيك يعني كان الهدف إنه الإنسان يرقى بروحه، نخفف شوي من الشكلانية هي المعاصرة اللي يعني بحيث إنه العالم المادي طغى على كل شيء بحياتنا. فمنشان هيك اخترت هذا العنوان الشائك اللي هو بالأساس عنوان إشكالي يعني الحقيقة. أكيد يعني رحلة الروح من الجسد إلى الجسد. يمكن هذا المعنى شوي نحن كتير مثل ما قالت نور قليل حتى نسمع عنه. تمام. مثل ما قلتي بكتابك، حتى بكتابك الثاني حاولت يكون في إليك رؤية من الواقع. رحلة الروح من الجسد للجسد، فينا ندخل شوي بالتفاصيل؟ هل كان في شيء واقعي لمستي؟ في أشخاص يمكن حسيتي إنه أرواحهم؟ تمام. وإذا بتحبوا بحكي لكم تجارب. تفضل. أنا لما بدأت الكتاب طبعا هلق 13 سنة، إنه كان بال 2004 بدأت فيه. في عندي صديقة بالضيعة إجاها ولد، فكان سيرة كل الناس إنه هذا الولد، طبعا هي طلبت مني سميه نادر بالكتاب ولكن هو ليس اسمه الحقيقي. يعني من هو صغير، يعني أول ما بلش يحكي وبلش يحكي مبكرا مثلا هو عمره سنة، وبعدين إنه أي دولة بتسألي عنها بالعالم بيعرف يجاوبك، شو عاصمتها، شو عدد سكانها، شو مكانها كذا. فأنا ما بحب إنه أسمع من الناس، بحب شوفه. هي أم صديقتي كانت معي على مقعد الدراسة، فرحت زرتها، كان وقت الولد عمره سنتين. ففعلا أنا صرت أسأله يعني عن بلاد، يعني يجاوبني بكل شيء. بنفس الوقت حكت لي أمه تجربة إنه راح معها ومع عمته على طبيب الأسنان، فلما شاف المكتبة اللي عند طبيب الأسنان إنه صار يبكي ويقول هاي مكتبتي. فصار طبيب الأسنان إنه شو مكتبتي؟ قالت له معلش نحن ناس نؤمن بالتقمص. هو بيحكي لنا دائما إنه هو كان عالم أمريكي، نزلوا له كتاب فرنسي صار يقرأه بكل طلاقة، نزلوا له كتاب إنجليزي صار يقرأه بكل طلاقة. حتى أنا يعني لما رحت لعندهم رجعت أخذت له كتب معي يقرأهم فعلا. مثلا يرفض ياكل اكلنا، يجيب مثلا السمونه يقطعها مثل التوست، يضلوا يقولون انا مش هيك، انا فلان من الناس، انا بميامي بامريكا، تعرضت لجريمه قتل، مرتي وابني قتلوهم قدامي بعدين قتلوني الي، لانه انا بالاساس يعني عالم وتاجر كان الهدف المال. ولحد الان بيقول هلا هو عم يدرس طب عندنا بسوريا، بس بيضل يقول انه حلمه يرجع على ميامي وينتقم من القاتل، يعني لحد الآن بيعرفوا تماما. بالإضافة إنه المتقمصين بشكل عام وهذا الشاب بشكل خاص بيعيشوا حياتهم الخاصة، يعني ما بيعيشوا مراهقتهم ولا بيعيشوا طفولهم، بيقول بطفولتهم عفوا، بيقولوا إنه نحن صحيح مثلا هيك أجسادنا صغيرة بس نحن يعني روحهم بتضل بهذا السمو. يعني دائما كل رفقاته بالمدرسة بيقولوا إنه هو ما بيلعب مع الأطفال، كان حتى بالثانوية ما عاش مراهقته، مع إنه نحن مثلا بتضيع مدارس مختلطة، ولا أبدا، هو دائما لحاله لأنه بحس إنه عالمه الخاص. طيب، هي إحدى التجارب. جميل الواحد يمكن يحكي عن تجارب الناس من خلال كتاباته. خلينا نحكي عن تجاربك مع المعارض خارج سوريا ومشاركتك في عدد من المعارض نحكي عنها. تمام. هلق أول شيء شاركوا كتبي بمعرض الشارقة الحمد لله، وهلق حاليا بمعرض الدوحة أيضا، ولكن أنا كان لي شرف المشاركة بمعرض بيروت للكتاب الأسبوع الماضي، كان حفل توقيع كتاب برحلة الروح من الجسد إلى الجسد مع الكتب الثانية النساء في مهب الريح وأيضا أدباء في محراب الحب. كيف كانت الأصداء مع الناس؟ الحمد لله جيدة بشكل عام، جيدة. يعني كان في إقبال من دور النشر الثاني، أغرتهم العناوين ولا سيما رحلة الروح من الجسد إلى الجسد، يعني كان أكثر كتاب عليه إقبال، يعني كونه الموضوع شائك. أكيد. يعني يمكن اللي بيقرأ هيك بس عناوين الكتب بيشوف إنه في عندك شيء له علاقة بين الروح والحب. تمام. الحب يعني بيوحد كل كتاباتك. قدية بتشوفي يمكن ضروري يكون موجود بحياتنا يلي عم نعيشها يوميا، مو بس كمفهوم يقرأ أو نسمع عنه، لا يكرس، وحضرتك معلمة وقادرة. تمام. يمكن على تكريس هاي المفاهيم أيضا. تمام. الحب هو العنصر الأساسي مثله مثل الماء تماما بالحياة. يعني أنا إذا ما بحب طلابي ما في أعطيهم صح،
طلاب إذا ما بحبوا معلمتهم أو مدرسهم ما فيهم ياخذوا المعلومة صح. أنا إذا ما بحب أولادي ما بعطيهم كل شيء مثل ما لازم أعطي. الحب هو المفروض يكون يعني هو زاد حياتنا. حتى نحن بالأزمة اللي عايشينها لو كانت المحبة فعلا تغمر قلوب جميع الناس ما كنا وصلنا لهون. ونحن هلق بحاجة أكثر للمحبة ليكون دواء للقلوب يرجع يوحد السوريين مثل ما نحن بالأساس أصلا موحدين. فالمحبة هي فعلا هي رسالة الأسماء مع الروح، لأنه الله سبحانه وتعالى الله محبة، والمحبة هي نور القلوب. فمن شان هيك فعلا أنا دائما بدعو للمحبة. وإذا حبيتوا معلش أحكي عن كتابي الثالث اللي خليني بس نرفعه على الكاميرا. أيوة. اللي هو أدباء في محراب الحب. نعم. اللي هو اخترت عنوان في محراب الحب بالذات لأني اعتبرت أنه الحب تستحق الصلاة. ونحن بنعرف أنه المحراب هو المكان اللي بيصلي فيه الإمام. ففعلا الحب هي مكان مقدس للصلاة، طبعا هو مكان روحاني حتما وليس مكان أرضي. لو جميع الناس تتحلى بالحب كنا وصلنا لنرقى، ترقى الروح بالحب. طبعا فينا كمان نشوف الكتابين ايه طبعا لحضرتك كمان على الشاشه ونحكي عنهم. بس كمان نساء في مهب الريح طبعا اللي حكيت عنه هو مجموعه قصص قصيره. طبعا هو العنوان الواحد هيك يحكي عن تجارب الناس من خلال كتاباته كتير. يعني لما تلامسي الواقع ولما تحكي الانثى عن الانثى بتحكي يعني بطريقه خاصه باحساس معين بتلامسه بالضبط. يعني لانه بلامس الواقع الحمد لله لقى اصداء كثير كبيره. ومن احدى المواقف الطريفه اللي صارت معي انه احد العائلات اجوا يباركوا لي بالبيت بهذا الكتاب، فعم بيقولوا لي انه القصه الاولى انت ما حكيتيها صح، في يعني في تصرفات ثانيه وهيك صارت. فانا اطلعت انه انتم عن مين عم تحكوا؟ قال عن فلان من الناس. قلت لهم انا يعني عم بحكي عن حدا ثاني تماما، بس انا يسعدني انه احكي عن هذا الموضوع لانه فعلا يعني نحن مآسينا متكرره كثير، يعني بتتكرر باختلاف التفاصيل، ولكن الانثى يعني ممكن تكون نحن نعاني بمجتمعنا بمشاكل نوعا ما، لانه النساء في مهب الريح اما الرجال هن بصد الريح نوعا ما. لهيك كان العنوان. هذا الكتاب عملت له حفل توقيع بالمركز الثقافي في جرمانة، فكان الكثير من الرجال طبعا وزوجي كان موجود، فقالوا له انه ليش نساء في مهب الريح؟ الا يكون الرجال في مهب الريح؟ طبعا ممكن الرجال يكونوا في مهب الريح. وحتى انا عم بعمل المجموعه ثاني حطيت باحدى القصص هي رجال في مهب الريح، ولكن صدقوني عندما يكون الرجل في مهب الريح أصعب مما تكون المرأة في مهب الريح بصراحة، لأن الرجل عندنا دائما هو مصدر القوة اللي بنستقي منه قوتنا. أكيد صحيح. ومتحفظ شوي بمشاعره بالضبط. يمكن بخاف يعبر عن مشاعره من شان بيحزن داخلي تمام. وأيضا الأنثى هي خير من يتحدث عن الأنثى. يعني أنا لما بكتب لما بتجي إحدى طالباتي أو إحدى صديقاتي بتحكي لي قصتها بتطلب مني أني أحكيها، فأنا بتخمص هاي الشخصية تماما، بتخيل التفاصيل، يعني بقدر جود فيها ابدع فيها اكثر ما اني احكي عن رجل. ويمكن بتبوح لك بشكل اكبر لانك انثى، يمكن بتبوح بالتفاصيل الخاصه بالضبط. لانك انثى ممكن تشعري بهي الاحاسيس والمشاعر بالضبط تماما. طيب هون خلينا نحكي شوي عن المعالجه الادبيه. عاده الكتاب او الادباء لما بياخذوا شخصيه حقيقيه بيكونوا كثير حذرين بمعالجتها لانه هي شخصيه واقعيه. هل دائما انت بتمشي مع خط الحقيقه او القصه الحقيقيه، ولا ممكن تطرحي حلول برواياتك؟ لا بصراحه انا يعني هي القصه بيكون المحور حقيقي، ولكن طبعا نحن من حقنا ككتاب لا انه نغير شوي بالتفاصيل. بحاجه نغوص ممكن تطرحي رؤيتك او حلول بالضبط. يعني مثلا انا لما بقعد بكتب بتقمص قصه من القصص يعني احيانا بتشوفيني ما بقدر كفيها، انه بتسيل دموعي قد ما بفوت باعماق الشخصيه. وبعض مثلا الاشخاص حتى هني ما بيقدروا يكفوا القصه من كميه الوجع الموجوده فيها، فهون انا بحاجه طبعا من شان تصير الحبكه كامله بحاجة اتخيل بعض التفاصيل. بس يمكن بيكون في عندك مسؤولية نوعا ما لتسردي قصة أشخاص من حولك، يعني هي فيها مسؤولية وأمانة لتنقلي هي التفاصيل. بالضبط. بدنا نشكرك الكاتبة عبير نادر على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق بجميع مشاريعك وفي جميع معارضك إن شاء الله، مو بس فقط في خارج سوريا، بالبلاد العربية بالعالم كمان. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم، تحياتي. شكرا لك. شكرا لكم.